حصار حلب هدف تسعى إليه قوات النظام مدعومة بغارات جوية لطائرات حلفائها الروس بمعاركها ضد الثوار في منطقة الملاح، حيث رصدت ناريا طريق الكاستيلو صلة الوصل الوحيدة للأحياء المحررة مع الريف، لذا تحتدم أعنف المواجهات هنا لحرمانها من تحقيق ما تريد. معارك طاحنة تجري الآن في داخل مزارع الملاح. عصابات الأسد مدعومة بالطائرات الروسية والطائرات المروحية تلقي أو تنفذ عشرات الغارات وعدد كبير من البراميل المفجرة على هذه المنطقة رغم مؤازرة الطائرات الحربية الروسية والطائرات المروحية. فصائل الجيش الحر تتهم وحدات الحماية الكردية بالتنسيق مع قوات النظام خلال المعارك الدائرة قرب طريق الكاستيلو، عبر محاولاتها المتكررة التقدم من حي الشيخ مقصود نحو منطقة السكن الشبابي الحاكمة للطريق والمقابلة لمنطقة الملاح من جهة المدينة. هذه ثلاث حندرات وهي أرض الملاح حندرة بعلى. استمرار إغلاق الطريق ينذر بأزمة إنسانية كبرى تزيد معاناة قرابة نصف مليون مدني يعتزم النظام تسليط سلاح الجوع على رقابهم عبر الحصار للضغط على كتائب الثوار كما حصل في مناطق كثيرة حاصرها بعد عجز قواته عن اقتحامها. بالنسبة لموضوع حصار حلب أنا شخصيا مطمئن إن شاء الله ما في حصار بجهود شباب الجيش الحر يعني بشكل عام كافة الفصائل إن شاء الله ما يكون في حصار، ولكن في وسط اجتماعي بشكل عام يعني هناك تخوف. قوات النظام ما تزال تسيطر على كتلة الجامع في منطقة الملاح على بعد مئات الأمتار عن هذا الطريق الاستراتيجي، فيما تقاوم فصائل الجيش الحر لمنع وصولها إليه وتعمل على إعادة تأمين شريان الحياة لحلب وإبعاد شبح الحصار عنها.